بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا بعض الريموتات زين فيها خاصية، هذه مكتوب هنا اي فيل، زين اي فيل اوكي. طبعا الحين الريموت راح يقرأ درجة الحرارة اللي في الريموت، يعني مو بالريموت راح يقرأ، يعني الجهاز الجهاز راح يقرأ درجة الحرارة اللي في الريموت اوكي. ولكن اذا وجدت في جهازك او في الريموت مالك زين هذه الخاصية اي فيل، زين هذه الاي فيل راح تعطيك قراءة درجة الحرارة داخل الغرفة، زين هذا اي فيل شفتوه حول ل 22 اوكي. زين راح نطلع من هالخاصيه اوكي، خلينا نشوف شو بيظهر في الريموت. يظهر شيء، بضغط اي فيل، زين شوف ظهر صوره شخص تقريبا، خلني بضغطها بس وانتم تشوفوا الريموت. زين شيء كذا، المهم هذه 22 درجه حراره الغرفه. زين تقول له انا ابغى درجة الحرارة الغرفة تكون 20، زين وهذا ذا الحين روم تمبرتشر مكتوب 22، راح يشتغل الجهاز معاك لغاية ما توصل درجة حرارة الغرفة الى 20 على الاي فيل اوكي. ست شوفوا هنا مكتوب ست، شوفوا الحين بضغط مرة ثانية، زين شوفوا الست هذه فوق مكتوب ست. زين فخاصية الاي فيل هذه تبغي درجة حرارة الغرفة 20، لازما الجهاز هذا راح يقرأ حرارة الغرفة او راح ياخذ من الوحدة هذه درجة الحرارة الفعلية ويحط لك اياها على الريموت، يقول لك هذه الحين درجة حرارة الغرفة 22 ولكن راح ننزل لك اياها لغايه ال 20. زين طبعا هذه راح تصرف معك كهرباء زياده، اي فيل اذا تبغي اي فيل راح تصرف معك كهرباء زياده، لان راح يظل يشتغل لغايه ما يوصل 20 على الجهاز نفسه، مو على هذه الوضعيه يعطيك التمبرتشر فقط. زين راح القيها الحين، انا من الناس اللي يحب يوفر طبعا. زين اوكي، بس حبيت اخبركم لان بعض الناس او بعض المتابعين سالوا صراحه عن ما هي هذه الخاصيه اي فيل. هذه خاصيه قياس درجه حراره الغرفه راح تعطيك اياها من الريموت. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع الجمال. شكرا جزيلا.